السلام عليكم. هادو اللي راكم تشوفوا فيه ولا هنا، هادو اللي ترصع الورد الصحراوي، اسمه الفافون دي ديزيرت. هذا صح كبير كبير بزاف. انا عندي واحد الساعة نتبع في الترصع ومازال ما لقيتوش. راني نشوفه واش كاين واحد الخيمة تماك، الله اعلم تاع هادوك اللي يرعاو ولا هنا. رانا نشوف فيها بزاف الزواوش، نشوفو كاين بزاف زواوش يدورو، راهم يديرو السينيال. شوف الزواوش واش راهم يديرو في السينيال الفوق، شوفو فونس. الله اعلم يكون غير لتما الداخل، باسكو هادو الزواوش هادو دايما كيشوفو حاجة، حنا شوفو حاجة دونجي تلقاهم كامل يتلمو ويديرو في السينيال. هكدا درك نسيي نطلع ديريكت لوندروا هداك نشوف. باسكو ميم لي تراس نتاعو، لي تراس نتاعو هم لي كانو طالعين من هنا، هم لي تراس نتاعو. نورمالمون البرسنتاج الكبير يكون تماك في وسط الخيمة هاديك، الله أعلم. سواء الورم هذا لي راهم يعيطو عليه، ولا يكون ممكن حش. شوفوا الاطلس تاعو، هذا نش الاطلس تاعو الداخل. شوفوا من هالجنب، هاوليك 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 الورم هذاك، هاوليك هاكي باش تهب. ما شاء الله كبير. شوفوا في كيفاش راه ينسف السينيال تاع الزواوش، بعد باين كاين حاجة عندهم جري هاليك. درك نسيين نحط لاباري، ان شاء الله ما يهربش برك. هذا الورم كاين، ماشي مكانش مكانش بزاف او نقص. هذا ستي سبيس بروتيجي تشوفو فيه، هذا داك يكبر هو حتى المتر ونص تقريبا. السحلية الكبيرة كاع في الجيري كامل هذه هي، مكانش واحد اكثر من هذا. العطة تاعو مش سهلة، أنا
ديزاخت ما شاء الله. يقبل حتى البيطرة ونص، ويقبل حتى البيطرة ونص ما شاء الله. تقريبا كيما اللفعة، كيما الحلوشة، الضب يروح للكوتي تاع الما تاني، ما مادو كامل يصيدو، ومام تضربو اللفعة، اللفعة تاع القرون ما يصرالو والو. هذا مازال قادر يزيد يكبر حتى الميتر ونص، مازال الطول تاعو. تروح يلا خلقوك يلا. هذا طونك مازال راهو في لومامو تاع الولاده نتاعهم، راهو في وقت التزاوج. ماذا بينا ما نصيدوش هادو الحيوانات هذوك، دوك نسيو نخلوه يروح. فوالا هاوليك خلوه يروح على روحو فوالا باش يتخبى هكذا. دو بريفيرونس الحيوانات يقعدوا في لاناتيون تاعهم وقت الولادة، نيفيتيو الماكسيموم الحيوانات هاك ما نصيدوهمش. وواحد كيولي عنده الفيز تاع الصيادة يحب يصيد، صيد حاجة في الخريف ماشي في لومامو هذا في الوقت هذا. ومعكم عزيز حجيزة، السلام عليكم.